بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت امبارح، خلونا دلوقتي نشوف الأخبار اللي هتحصل النهاردة. ومن أهمها طبعا إعلان أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية. وكمان النهاردة هينظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل السادسة لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، هتعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمر صحفي لإعلان أسماء الفائزين بالدورة الثانية من جائزة الدولة للمبدع الصغير، وده هيكون الساعة 2 الظهر بمقر المجلس الأعلى للثقافة. كمان النهاردة هيعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودي ورشة العمل السادسة في الجولات النقاشية لحوار الخبراء بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. ومن المقرر أنه يشارك في الورشة ممثلين عن كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب ممثلين عن وزارة الاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات واتحاد الصناعات، وكمان عدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين والخبراء والمتخصصين في المجال. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، وطلاب الثانوية المكفوفين هيكون عندهم امتحان اللغة الأجنبية الأولى. النهاردة برضو هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية اللي هيقدم لأول مرة أوبرات الفرح، وده هيكون الساعة 6 بالليل. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع ثلاث مباريات مهمة في إطار الجولة 23 من عمر المسابقة. هيلتقي المقاولين العرب مع البنك الأهلي الساعة 7، وفي نفس الوقت هيلتقي غزل المحلة مع الإسماعيلي، والساعة 9:30 بالليل هيلتقي الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا.